السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. الرئيس الغامبي يعلن حالة الطوارئ في البلاد على بعد يومين من الموعد الدستوري لتسليمه السلطة. سكان تمشقط يتظاهرون أمام الرئاسة مطالبين بفك العزلة عن المدينة المحاصرة بالرمال بمناسبة اكتمال عقدها التاسع. الصحفيون الموريتانيون ينظمون وقفة تضامنية مع صحفي الجزيرة المعتقل في مصر محمود حسين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن الرئيس الغامبي المنتهي ولاية يحيى جامي حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوما، ويأتي ذلك ساعات بعد إعلان عدد من وزراء الحكومة استقالتهم. وكان جامي قد أعلن قبل يومين عن رفضه تنصيب بارو قبل بت المحكمة العليا في بانجول في الطعون التي قدم أمامها في نتائج الانتخابات الرئاسية. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي. ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي يعلنون استقالتهم من الحكومة بعد أسبوع من إعلان وزير الاتصال استقالته. الوزراء الجدد المستقيلون كانوا يشغلون مناصب الشؤون الخارجية والمالية والتجارة، وتأتي استقالتهم على بعد يومين من حلول الموعد المحدد دستوريا لتسليم السلطة للمرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت فاتحة دجنبر الماضي. وكان جامي قد أعلن في أحدث خطاب له عن رفضه تنصيب أدم بارو في 19 من الشهر الجاري ما لم تبت المحكمة العليا في الطعون المقدمة أمامها من طرفه. وقال جامع إنه أبلغ وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالقرار في الوقت الذي يوجد فيه الرئيس المنتخب أدم بارو بالعاصمة السنغالية داكار، حيث ينتظر حلول موعد تنصيبه من أجل العودة إلى بانجول. المملكة المغربية دخلت على خط الوساطة، حيث بعثت الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة للقاء جامع، وعرضت عليه تقديم اللجوء السياسي إليها مقابل الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح المعارضة الموحد أدم بارو، وهو ذاته العرض الذي تقدمت له به نيجيريا التي يتولى رئيسها محمد بوخاري وفد وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. غير أن الجامع لا يزال يمانع في الاعتراف بالنتائج التي يعتبرها غير شفافة ولا نزيهة، ويدعو إلى إعادة تنظيمها من جديد. وفي المقابل يتمسك أدم بارو بالنتائج ويؤكد أنه سينصب رئيسا للبلاد في 19 من شهر يناير الجاري. ومعنا للتعليق على هذا الموضوع أحمد والمحمد المصطفى متابع للشأن الغامبي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يوما في غامبيا، ما تأثير ذلك على الأزمة وما الذي يسعى له جامي؟ كان واضح جدا منذ إعلان جامي عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات أو تراجعوا عن هذا الاعتراف أن البلاد في طريقها لإعلان الطوارئ، بل كان متوقع في اللحظات الأولى لو أن المعارضة لم تدعو للهدوء ولم تتجنب التظاهر، لأنه كان واضح أن جامع يريد أن يفرض حالة الطوارئ بعد إلغائه لنتائج الانتخابات، ثم بعد ذلك عدل عن إلغاء الانتخابات بشكل كلي ولجأ إلى الطلب بإعادة هذه الانتخابات تحت إشراف لجنة انتخابية مستقلة أخرى غير اللجنة التي أشرفت على الانتخابات الماضية. الوضع الآن في غامبيا واضح، نحن أمام سلطة لديها القوة على الأرض سواء الجيش أو الأمن، ومنتخب لديه الشرعية لكن من دون قوة داخلية، وما يستند إليه أساسا يعني فضلا عن القوة الانتخابية التي لا يمكن أن توصله للسلطة في ظل رفض الطرف الآخر على الأقل بوتيرة سريعة، ويعتمد على قوة خارجية، وأكبر داعم له السنغال، وهذا يمكن نظر له بأنه نقطة قوة من جانب، لكنه في الحقيقة نقطة ضعف نظرا لأنه سيتهم داخليا بأنه أتى به الخارج أو بأنه أداة بيد دولة صنفت تقليديا كعدو لغامبي، ونظر إليها على الأقل في السنوات الماضية من حكم جامي كأكبر تهديد لغامبيا في وحدتها وفي تقدمها، ووصلت درجة المشاحنة بينهم، درجة تبادل التهم الصريح
وهو ما تجلى في تصريحات جامع ضد السنغال المتكررة، ثم اندفاع السنغال بعد إعلان فوز بارو. يعني ما المتوقع أثر هذا إعلان حالة الطوارئ التأثير المباشر؟ طبيعي جدا أنه جامع سيتمسك أكثر، وإعلان حالة الطوارئ يعني تلقائيا إلغاء القوانين، إلغاء الدستور، العمل ب ما يمليه على أجهزة الأمن استتباب الأمر. ومن ضمن ما أعلنه جامع ما أعلن حالة الطوارئ هو إغلاق حدود البلاد، منع كل من يشك في ولائه من مغادرتها، وهذا يأتي بعد الاستقالات الأخيرة، لأنه قبل الوزراء الثلاثة الذين استقالوا اليوم استقال قبلهم وزير الإعلام ووصل السنغال، وكل من يعني خرج تراجع عن ولائه لجامع غادر إلى السنغال وطبعا استقبلته. وبالتالي المتوقع هو أن تستمر الأوضاع في غامبيا على ما هي عليه في ظل إمساك جامع بزمام الأمور. خارجيا حتى الآن لا تبدو الأمور واضحة ما إذا كان بارو سيقبل أن ينصب في داكار مع نقص شروط التنصيب، لأنه يفترض أنه كان يقسم قسمه الدستوري أمام المحكمة العليا، والمحكمة العليا باعتراف المعارضة غير موجودة، لأن من يستطيع أن يعينها هو الرئيس المنتهي ولايته، وهو قبل أشهر من إجراء الانتخابات طرد قضاة هذه المحكمة. وبالتالي المعارضة الآن تصرح، والرئيس بارو صرح به أنه لا توجد محكمة عليا. أين سيؤدي اليمين الدستورية؟ أمام أي جهة سيؤديها؟ لا تبدو الأمور واضحة. وعموما الجهات التي يتوقع أن تكون أداة ضغط قوية حتى الآن لم تبرز وهي الجهات الغربية، لأن جزء من أزمة غامبيا هو أنه لا يوجد في الحقيقة وسيط. كل الأطراف لا، هذا ما سأصل إليه. كل الأطراف التي توسطت في الملف لها مواقف مسبقة إما مع أو ضد، وبالتالي من يعرف موقفه المسبق لن يأمنه أحد الأطراف، الطرف الذي يصنفه معادي سيكون له موقف منه، وهذا ينطبق على المغرب، لأن المغرب تلقائيا سيكون جامع يحسب أنها موالية للسنغال، وعرضها الذي تقدمت به لا يختلف عن عرض نيجيريا، لأنه ينطلق من فرضية أن بارو رئيس لغامبيا وأن عليه أن يتسلم السلطة يوم 19 يونيو، وأنه لا خيار أمام جامع إلا طلب اللجوء، في حين أن جامع يصر في أضعف الاحتمالات على إعادة الانتخابات. جانب من المشكلة الآخر يتم تجاهله هو أن جامع، وهذا يتجلى في عروض اللجوء التي عرضت عليه، مخاوف جامع ليست على ذاته فقط وإنما على قوميته التي تحكم أو يحكم هو البلاد من خلالها منذ 22 سنة، وبالتالي تتجاوزه، وهذا ربما يفسر تراجعه لأنه اعترف في الانتخابات. لكن وينتظر حكم المحكمة العليا في يعني، لكن المحكمة العليا غير موجودة، المحكمة العليا واقعيا غير موجودة، لأنها في الماضي كانت تتشكل من 7 قضاة كلهم أجانب، الآن منعت هؤلاء القضاة بعد أن استدعاهم هو منعتهم دولهم من العودة إلى غامبيا، وبالتالي واقعيا المحكمة العليا غير موجودة. الجهة التي يفترض أن تبت في الملف غير متشكلة حتى الآن، وحتى لو عادت فالمعارضة لا تطمئن لحكمها، لأنهم صرحوا بأنه إذا كان الرئيس هو من سيعينها وسيقدم أمامها الطعن فمعناه أنه مطمئن أن هذا الحكم سيكون لصالحه. هل استقالة الأربع وزراء في الحكومة الغامبية هل ستدفع بالأزمة إلى مزيد من الشرعية على تدويل الأزمة؟ لا أعتقد أنها ستدفع لمزيد، هي ستجد الشرخ العرقي، وهذا ما ينبغي أن يستحضر، لأن المنطقة منطقة غرب أفريقيا غنية عن بؤر التوتر جديدة. اندلاع أزمة عرقية بين قومية جولا أو قومية صوصا التي ماندينكا التي ينتمي إليها بارو سيعني دخول المنطقة في حرب. قد تتحكم الأطراف الدولية في بدايتها، لكن بالتأكيد لن تتحكم في نهايتها، وبالتأكيد ستمتد إلى السنغال وستمتد إلى غينيا وربما إلى غيرها، لأن الاصطفاف إذا بدأ عرقيا لا أحد يتحكم في المدى الذي سيصل إليه. الخيارات، خيارات الوساطة حتى الآن في ظل غياب أطراف قادرة على الضغط على جامع من أجل التراجع تبدو للأسف أكثر ورود الانجراف نحو العنف، مع أن وأنا مكثت في غامبيا فترة وحاورت أشخاص كانوا يقيمون فيها، الشعب الغامبي نفسه مسالم ومن الصعب جدا أن ينجرف إلى العنف، لكن هذه الشعوب المسالمة، هذه الشعوب الصبورة هي نفسها التي إذا انفلتت إلى العنف يصعب جدا أن تتراجع عنه.
الآن ما الذي يراهن عليه يحيى جامع في هذه الظرفية؟ جامع يراهن أساسا على الداخل، وهذا كرره أكثر من مرة، يراهن على قوة الجيش التي تقول المعارضة وربما يساندها الواقع فيها أنها أقيمت على أساس عرقي، أن أغلبية ضباط الجيش، أغلبية حتى جنوده من قومية الجولة التي ينتمي لها الرئيس، وحتى أجهزة الأمن، وهذا ربما يفسر لنا أن كل المحاولات الانقلابية التي وقعت ضد جامع كانت من قوميته، لأن كل الرتب العليا من هذه القومية، وبالتالي إذا أحست هذه القومية بالتحدي ستنظر له كمنقذ، وبالتالي ستربط مصيرها بمصيره، وتربط مصير البلد كله ببقائه، وهذا ما يشكل خطر على البلد وعلى الاستقرار في المنطقة. وبالتالي البحث الدولي عن قوى وقادرة على الضغط على جامع من أجل إقناعه إما بالتنازل عن السلطة بشكل فوري أو بتقاسم السلطة كما وقع في كينيا، يأخذ بارو مثلا رئاسة الحكومة لفترة محددة مع صلاحيات واسعة، أو بإعادة الانتخابات بإشراف دولي، هذا قد يكون أسلم لغامبيا وأسلم للمنطقة ككل. إذن أحمد والمحمد المصطفى متابع للشأن الغامبي، شكرا جزيلا لك. نظم مكتب الجزيرة في نواكشوط وقفة تضامنية مع الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين المعتقل منذ أسابيع في مصر، وشارك في الوقفة التضامنية ممثل عدد من النقابات والهيئات الصحفية والحقوقية الموريتانية، إضافة إلى ممثلي بعض الأحزاب السياسية. وقفة تنظمها شبكة الجزيرة الإعلامية في عدد من مكاتبها في الخارج، هدفها إنارة الرأي العام في موريتانيا إزاء المعاناة التي يتعرض لها الزميل محمود حسين، لا لجرم ارتكبه ولا لمخالفة ارتكبها في بلده مصر، إلا لأنه عاد إلى مصر لقضاء عطلته مع أسرته وأولاده، وزج به في السجن ظلما لأنه صحفي يعمل لشبكة قناة الجزيرة. نريد من خلاله الوقفة أن نفرض إطلاق سراحه، وأن نعبر عن إدانتنا الشديدة والحازمة لما يتعرض له من مضايقات ومن تنكيل ومن تضييق ومن قهر ومن كبت ومن سلب للحرية. نريد أن يفرج فورا عن الزميل محمود حسين. نظمت في العاصمة نواكشوط دورة تكوين لصالح عدد من الفنيين والعاملين بالمختبرات في موريتانيا، يديرها خبراء من الاتحاد الأوروبي، وتعرض الورشة المنظمة بالتعاون بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة والاتحاد الأوروبي المعايير اللازم مراعاتها في مختبرات الفحص واعتمادها كمرجع في ذلك. تفاصيل أوفى نتابعها في هذا التقرير. وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنظم دورة تكوينية حول المعيار 17025 بالمنظمة العالمية للمعايير إيزو لفائدة الفنيين والعاملين في المختبرات. الدورة التي تدوم 3 أيام تدخل في إطار تنفيذ مكونة البيئة في المشروع الإقليمي رقم 35 الذي يركز نشاطاته على دول الساحل وما تمثله من حركية ونقل للمواد عبر موانئها، وهو المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي عبر مراكز الامتياز. يسعدني أن أكون معكم اليوم بمناسبة افتتاح أول ورشة تكوينية في مجال المعيار إيزو 17025 لصالح الفنيين المخبريين وكذلك العاملين في نقل وتسيير المواد الكيميائية والنفايات الخطيرة. إن الإيزو 17025 هو معيار دولي لتحديد المواصفات اللازمة لمختبرات الفحص والمعايرة، سواء كانت كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية، لاعتمادها كمرجع في دقة نتائج التحاليل التي تصدر عنها. الدورة الحالية التي ينعشها خبراء من الاتحاد الأوروبي تدخل في إطار سلسلة دورات تستمر 3 أشهر، سيتم في أعقابها اختيار خبيرين من بين المكونين من كل دولة لتشكيل فريق من المكونين في المنطقة يتولى تكوين خبراء آخرين في هذا المجال. لا يسعني أن أنهي هذه الكلمة دون أن أشكر أصحاب المشروع P35 على المبادرة الهامة لإدراج بلادنا في هذا المشروع الذي لا شك سوف يمكن الدول المستهدفة منه من النهوض بمستويات الفنيين المعنيين من هذه الورشة لصالح قطاعاتهم، مما سيساهم حتما في اعتماد مختبرات قطاعات واسعة على مستوى هذه الدول.
هذا وقد حضر حفل افتتاح الدورة الأمناء العامون لقطاعات التجهيز والنقل والصيد والاقتصاد البحري والصحة وشخصيات عديدة أخرى. احتج عشرات المنحدرين من مقاطعة تامشك أمام القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط لمطالبة السلطات بتعبيد الطريق الموصل إلى المدينة. وقال المحتجون إن عمر مدينة تامشك يناهز 9 عقود وإنها لم تستفد من تعبيد الطريق رغم الأهمية التي تحتل. تفاصيل وأفا نتابعها ضمن هذا التقرير. سكان مقاطعة تامشكط بولاية الحوض الغربي يحتجون أمام القصر الرئاسي بنواكشوط لمطالبة الرئيس الموريتاني بفك العزلة عن مقاطعتهم التي مرت 90 سنة على تأسيسها. نطالبوا بالطريق اليوم هذه السنة سنة اكتمال 90 سنة على مقاطعة تامشكط، وهي في عزلة تامة، في عزلة يرثى لها. ويقول المحتجون إن إنشاء طريق معبد إلى المدينة أضحى اليوم مطلبا شعبيا لدى ساكنة المقاطعة الذين يعانون من عزلة وصفوها بالخانقة جراء وعورة الطريق. 90 سنة من العطاء عطاتها تامشكط للبلد اللي هو ندور منه 90 كيلومتر من قدره مزروقين، مرة جينا شوي مكروط قلت أخذ منه وتو الله ثنتين، والساكنة رجع عليها الشيء كامل اللي كان في الساحل كامل وكان في ظهر فرم الأرواقيش رجع لها. وعاد فتبارك الله ملانا من البشر. انا ذري 5 سنوات ما قاعد نوصل له بياش بيا باصل هي 20,000 وانا عاجز عنها، لو كان قدره خالق نوصل لهم 12,000. هذا يعلموا مولانا بصيفته. 9 عقود خلت والمقاطعة بحسب ساكنيها ما زالت تعاني مشاكل عدة، وفي مقدمتها غياب طريق معبد يربط المقاطعة بالولاية الرئيسية، وهي مشاكل يطالب السكان السلطات الموريتانية بإيجاد حلول عاجلة لها لمدينة يقول البعض أنها كانت ولا تزال تعتبر مثالا في التعايش السلمي ومقارعة الاستعمار. ومعنا للتعليق على الموضوع دمو الحكي أحد منظمي الوقفة. أهلا وسهلا. أهلا بك. تقولون بأن المدينة لم تستفد أبدا من تعبيد الطرق، ما الذي دعاكم الآن للتظاهر كأنكم جئتم متأخرين؟ كان فعلا كأننا تأخرنا نسبيا، إلا أن الفرصة والله السبب لتنظيم هذه الوقفة هو كون تامشكط في هذا العام بلغ عمرها 90 عاما، لعله هو أبرز الأسباب اللي دعانا إلى تنظيمها في هذه الفترة بمناسبة ذكرى 90 على تأسيس المدينة. نعم. بعضكم يتحدث عن وعود حصلتم عليها لإنجاز طريق للمدينة، ماذا قدمت لكم السلطات؟ السلطات استلمت منا رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، وأرسلت إلينا مستشار بالرئاسة، وأوفدت لنا مستشار الرئاسة أرسلنا إليه 4 من الشباب، بعث بهم إلى وزارة التجهيز والنقل إلى مستشار هنالك، لم يجدوا في مكتبه وسيتواصلون معه غدا إن شاء الله، سنعود إلى الرئاسة إن شاء الله. إلى حد الآن لم نصل إلى نتيجة. طيب ما أبرز المشاكل التي تعاني منها المدينة إضافة لمشكل العزلة؟ المدينة تعاني من عدة مشاكل، وإن كان أهمها العزلة وهو ما ركزنا عليه في الوقفة اليوم، إلا أن من أبرزها المشاكل الصحية لديها مستوصف متعثر بناء منذ ما يربو على 3 سنوات. المشاكل الصحية موجودة بكثرة حيث نفقد الكثير من الضحايا بسبب نقلهم إلى أقرب مستشفيات في المقاطعات القريبة ككيفة وطنطان، وهنالك مشاكل في المياه إلى حد الآن، وهنالك مشكلة كبيرة في المياه حيث تم إعداد مخزن جديد إلا أنه إلى حد الآن لم يتم افتتاحه لأسباب نجهلها، وهنالك الكثير من المشاكل إلا أن أبرزها مشكل الطريق والمشكل الصحي ومشكل الماء والتعليم طبعا. إذن تطالبون بإكمال هذه المشاريع المتعثرة في المدينة؟ طبعا نطالب بجميعها. ما التجاوب الذي حصلتم عليه من وقفتكم أمام الرئاسة؟ ما أخبرتك به أني أرسلوا استلموا منا رسالة، أوفدوا لنا مستشار بعث ببعض الإخوة إلى وزارة. هذا اليوم؟ هذا اليوم حيث نظمنا الوقفة أمام الرئاسة، وفي الموازاة معها نظمت وقفة في تامشكط البلدية المركزية. هل أخذتم موعدا للقاء المستشار؟ غدا عند 9 صباحا، وفهم ملي يلا أرجع للرئاسة غدا إن شاء الله ميدي، إياك نستلموا شرج من الرسالة اللي جايتهم، قالوا لنا يقيسوا المستشار يعطيهم أخبار الطريق حسب اللي يقولوا لنا فهم دراسة وافية
للطريق قالوا لنا المستشار يعطي لي الاخبار نعود نجيبها هذا ان شاء الله للرئاسه نكتب لهم عنها يرفقوها مع الورقه اللي طالبين فيها الطريق ويشوفوا ان شاء الله اللي يقدروا يعدلوا ذا. ما هو دور منتخبي مدينه تمشق؟ دورهم القيام بالامور كامله بحل مشاكل المقاطعه ونحن من ورائهم. الهدف كان عندنا ان نساعدهم في ذا. ما الذي قاموا به؟ الله اعلم. انا ليس الهدف من الميت يعني هنا نتحدث مثلا عن انجازاتهم او عن مثلا عن عيوبهم. لا حسب متابعتكم انتم تنظمون وقفه احتجاجيه الذي قاموا به في مجالنا لدورهم وما قاموا به وما قصروا فيه. لست اهلا لتقييم ذلك. هذا دورهم ينبغي محاسبتهم عليك. فعلا ينبغي محاسبتهم الا انني لم ات لاحاسبهم لمناقشه تلك القضيه. انا جيت حول قضيه الوقفه نعطي معلومات عنها وعن مثلا انها تركز حول الطريق وعن اهميه الطريق ولان الدور دي 90 كيلومتر تقدر ان النبي اللي 90 اساسي عندنا انها واخذه على ادواب واخذه على القرى واخذه على بلديه الصفا وبلديه قاعده تيدوم اللي هم يشكلوا اكثر من نص سكان تام شكر على هذه القرى اللي منتشره من فراج الى تام شكر. هو هدفنا كان ايصاله تقييمهم هم من غيره العدل مثمنين وما عدل طالبينهم التنسيق بينكم. لا لا لم ننس القضيه كانت قضيه شبابيه بحته كان التنسيق عن طريق الفيسبوك اساسا وفي المراحل القادمه ان شاء الله نحاول ان نعموها وبرايب المناسبه داعين لها جميع شباب المقاطعه وشاكر قناتكم المحترمه وبقيه وسائل الاعلام الاخرين اللي واكبونا واعطونا الروايه. طيب ما هي الخطوات التي ستتخذونها مستقبلا في حال لم يتم التجاوب معكم؟ سنطرق جميع الابواب الممكنه ان شاء الله لنا لين ندخل دون دفاع دون اتصال بوجهاء والناشطين السياسيين المحليين وبغيرهم. بدأنا بالرئاسة لأن ندورها تعود هو الهرم وعاقب ذلك نواصل إن شاء الله وزارة النقل والوزارة الأولى يكتم يذكروا الرئاسة بذي الرواية إذا هو سبب نبدو بالرئاسة فإن شاء الله وقفات يلا تعود في الأشهر القادمة وإذا بداية العام اللي هو العام اللي شكل 90 سنة على تأسيس تام شكر يلا ينطرقوا ياسر المشاكل الأخرى ما زالوا الطريق نظرا لأنه هو أهم الرواية ويدخل تدخل فيه الصحة والأمور كاملة بدأنا به. يدوم الحاكم أحد منظمي وقفة أو مبادرة تام شكر. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. إلى الشأن الفلسطيني حيث أعلن عن استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية المحتلة بحجة أنه كان يحاول تنفيذ عملية طعن ضد أحد المستوطنين. كما أعلن عن اعتقال شاب فلسطيني بمدينة بيت لحم جنوب الضفة بتهمة محاولة تنفيذ عمليات طعن ضد مستوطنين بالقدس. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. استشهد شاب مساء الثلاثاء إثر إصابته برصاص الاحتلال قرب طول كرم شمال الضفة المحتلة بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن. وقال موقع 0404 العبري إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار تجاه شاب فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن عند نقطة تفتيش بالقرب من طول كرم ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر وترك ينزف حتى الموت دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال. إلى ذلك أعلنت شرطة الاحتلال اليوم الثلاثاء اعتقال شاب فلسطيني من مدينة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة زاعمة أنه كان في طريقه لتنفيذ عملية طعن ضد مستوطنين بمدينة القدس المحتلة. وذكرت شرطة الاحتلال في بيان لها أن قواتها أحبطت عملية طعن عبر اعتقال شاب فلسطيني لافتة إلى أنه وصل المدينة دون تصريح دخول. وأوضح البيان أن الحديث يدور حول شاب فلسطيني كان يستقل حافلة في حي الطور بالقدس متوجها إلى منطقة باب العمود. وبحسب الادعاءات الإسرائيلية فقد ضبط مبلغ مالي بحوزة الشاب وتبين من خلال التحقيقات أنه كان ينوي استخدامه لشراء سكين وتنفيذ عملية طعن ضد أفراد الشرطة والجيش الإسرائيلي. ومددت سلطات الاحتلال اعتقال الشاب الذي لم يكشف عن هويته اليوم الثلاثاء في محكمة الصلح الإسرائيلية بمدينة القدس حتى يوم غد على ذمة التحقيقات الجارية. فيما أصيبت طفلة فلسطينية بجراح مختلفة بعد دهسها من أحد المستوطنين بمركبته الخاصة جنوب الخليل جنوب الضفة المحتلة. وأفاد شهود عيان للمركز الفلسطيني للإعلام بأن الطفلة ليان عايد الرازم التي تبلغ من العمر 4 أعوام أصيبت بجراح نتيجة تعرضها للدهس خلال قطعها للشارع من أحد المستوطنين في حي جبل جوهر المقامة على جزء من أراضيه مستوطنة قريات 4 في المنطقة الجنوبية من المدينة. ونقلت الطفلة الرازم في سيارة الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر إلى إحدى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. نهاية النشرة تذكير بالعناوين.
الرئيس الغامبي يعلن حالة الطوارئ في البلاد على بعد يومين من الموعد الدستوري لتسليمه السلطة. سكان تامشقط يتظاهرون أمام الرئاسة مطالبين بفك العزلة عن المدينة المحاصرة بالرمال بمناسبة اكتمال عقدها التاسع. الصحفيون الموريتانيون ينظمون وقفة تضامنية مع صحفي الجزيرة المعتقل في مصر محمود حسني. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على فيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.